يا عيب الشوم عكل واحد وصل للحكم بهالمرحلة. طرد رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون بمقابلة على او تي في ليذكر بإنجازات عهده يلي ما تحققت وحكم وغلطات تتنافى مع اللي صار بالأزمة وقبله. بدوا التلتين شاك؟ اوكي يعني كل الأفرقاء الآخرين كانوا بدون يخلوه آخرين الفريق اللي كان معي كان أقل. غلط كلام عون بيتناقض مع اللي صدر عن الرئاسة وقتها وأكد أنه عون اقترح التمديد لسلامة من خارج جدول الأعمال وأنه التمديد صار بالإجماع. ترفقت موافقة عون على التمديد مع هندسات مالية عملها سلامة لمصلحة بنك سيدروس المقرب من عون. من مين عم تطلب الاستقالة بشكل خاص؟ للمسألة للمنظومة الحكمة الحكومة المستقيلة أصلا. لو أنا محلون كنت بستيل بس أنا الحمد لله مش محلون. غلط الانهيار بالبلد اليوم بلش مع عهد عون يلي كان رأس المنظومة بس هو وقتها ما استقال رغم فضائح تهريب الأموال للخارج وأزمات المحروقات والدواء والكهرباء والخبز. حتى بعد انفجار 4 آب يلي أطاح بحكومة حسان دياب بقي عون على كرسي بعبدة رغم أنه كان يعلم بوجود نترات الأمونيوم بالمرفأ. إذا هو تنازل عن حقوقه هيدي خليني أتألم أنا أنه ما عاد في حياة بالشعب اللبناني. غلط وقت انتفضوا اللبنانية دعاهم ميشيل عون للهجرة وعم يأسف هلأ على شعب ساهم هو بتقيسه وتفقيره. إذا ما في عندهم أوادم بهالدولة يروحوا يهجروا. لا لذلك